خلينا عمرو ننزل نشوف تقرير صورته كاميرا رايح كأنا حق. ونشوف رأي الناس ايه في الشارع ونرجع تاني نكمل كلام. اكيد مضحي لحد انا بحبه زي مثلا والدي والدتي، زي حد يعز عليا، زي ما حد وقف جنبي. شخص مضحي بطبعي، بضحي الناس اللي انا بحبهم والناس اللي يعني اللي هم يخصوني. هو البني ادم فيه مش عايش لوحده، فلازم برضو احنا بنكمل بعضينا، لو ما ضحيناش لاجل بعض مش الدنيا مش هتستمر يعني. لو الموقف يحتاج للتضحيه بضحي، لكن مش محتاج، او بمعنى ان انا مثلا لو حد قريب جدا وعنده نضحي أضحي. محدش بيقدر يحكم على نفسه إذا كان هو مضحي ولا مش مضحي، بس أغلبية الناس فينا كتير ناس بتضحي، بتضحي علشان شريك حياتك، بتضحي عشان ابنك، بتضحي عشان أختك، عشان أسرتك. أنا الحمد لله شخص مضحي، ممكن أضحي عشان أولادي، عشان زوجي، عشان أهلي، أخواتي، أي حد ممكن، عشان حد محتاج أي مساعدة ممكن برضو أضحي عشانه. أنا شخص مضحي وبضحي بحاجات كتير ممكن جدا عشان أبسط الناس اللي حواليا كلهم عموما يعني، وأي حد بحبه، كل القريبين مني وأهلي. بس وانس بقى ان اللي قدامي ما بيقدرش او بحس باستغلال بمشي وما بصش ورايا تاني يعني. هو لو الشخص اللي قدامي ما قدرش تضحيتي على حسب درجه قربته مني او قربه مني يعني، ممكن اديله فرصه لو هو يستحقها، فرصه والتانيه والتالته، بس لو خلاص بقى نو واي ما قدرش تضحيتي هيكمل عشان اولادي، عشان في بيننا عشره. لو الشخص ما قدرش التضحيه يعني ممكن انا اكون عملت حاجات كتير يعني، ممكن في حاجات تنهي ممكن تنهي العلاقه. هتعامل بالمثل يعني، زي ما هو بيعاملني انا هعامله علشان يحس بنفس الاحساس اللي انا بحس بيه لما ضحيت علشانه وهو ما قدرش تضحيتي مره واثنين وثلاثه. وبعدين لازم بتديله الاول خد بالك انا ضحيت مره واثنين، فما فيش مقابل، هتلاقيها تبقى المعاملة بالمثل على طول. طبعا ضايق جدا جدا، على الاقل خالص انا مش محتاجة اي تقدير مادي او تقدير معنوي كبير، هي مجرد كلمة حلوة او احس منه بس ان هو قدر اللي انا عملته، ده في حد ذاته حاجة كويسة. انما ما فيش تقدير خالص او تقليل من اللي انا عملته، لا ده طبعا يضايق جدا. شخصيتي مش بضحي، انا ممكن اساعد، فاهمه، اعمل ده عايز عنده مشكلة احلها، ده عايز حاجة بقضيها له، انما التضحيه دي مش في قاموس بصراحه. ما بحبش حد يستغل حته ان انا طيبه ويشتغل عليها بقى ويستضعفني، او مثلا الموضوع بقى يدخل في مرحله ان ممكن حد يذلك بمشاعرك، ففي الحاله دي طبعا بمشي، طبعا بتألم بس بمشي يعني.